السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد الرائي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. فيديو جديد النهارده، فيديو مهم جدا جدا، فيديو أنا من وجهة نظري شايف إن فيه حاجات مهمة جدا جدا مدام هناء قالتها، وأنا شايف إن مدام هناء مصممة إنها تثير الجدل، مصممة إن الناس تطلع وتتكلم عليها كلام فظيع جدا جدا بسبب الكلام اللي حصل في اللايف الاخير. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه وقبل ما نقول اي حاجه، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي سائر الوطن العربي، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده جايين ومعانا زي ما بقول لكم فيديو مهم جدا جدا، فيديو هيغير حاجات كتير قوي. لو قلنا ان مدام هناء بتطلع لايفات وبتبقى مصممه انها تثير الجدل، كتير هيوافقني في اللي انا بقوله. ليه؟ في بعض الحاجات المهمه جدا جدا اللي جايبها لكم وهنطلع نتكلم معاكم فيها. بس قبل ما نتكلم هنمشي باللايف اللي عملته واحده واحده كده. مدام هناء قالت لك انا تعرضت لضغوطات شديده جدا جدا وتوتر وقلق وارق وكل حاجه ممكن تتخيلوها بعد وفاه ميسيو جانون. ليه يا مدام هناء؟ قالت لك انا تعرضت لبلاغات كتير وتعرضت لمشاكل كتير وكان في تاخير في دفن ميسيو جانو. كل ده ليه؟ قال لك لانه وصيته ان الراجل يدفن في مقابر المسلمين، ده الوصيه اللي احنا عارفينها. قالت لك لا، ده انا وصل لي بعض البلاغات والتهديدات والقرف والكلام الكتير اللي وصل لها بسبب حاجه مهمه جدا جدا، انه يبقى عايزين ميسيو جانو ما يدفنش في مقابر المسلمين، وده شيء مهم جدا جدا. انا مش عارف ليه يا جماعه حاطين موضوع ميسيو جانو كانه طار ولازم، لا ده انت كذا. المفروض ان كمسلمين الناس تفرح باسلام راجل او اسلام من بني ادم عامه اللي بيسلم، في ان المسلمين المفروض يفرحوا بحاجه زي كده. انا شايف ان هو بيتحارب وده شيء مهم جدا وما ينفعش بالمره. المهم عشان برضو ما نطولش عليكم الموضوع، نمشيها نقطه نقطه زي ما قلت لكم. وطبعا كان في كلام كتير قوي ان الراجل ده ما يدفنش في مقابر المسلمين. طبعا اتكلمت عن استغنائها عن المهدئات وانها ما بقتش تاخد مهدئات، وده طبعا امر طبيعي بعد المشاكل اللي تعرضت لها من قبل وفاه ميسيو جانو والموضوع الطلاق بتاعها، وان هي حتى بعد وفاته يعني عايز اقول لك ايه، اتعرضت لحاجات كتير قوي، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. فان هي دلوقتي انا شايفها انها ابتدت ترتاح، نفسيتها ابتدت ترتاح، حالتها النفسية بدأت تتبسط لدرجة انها ابتدت تاخد اجراءات في حاجات تانية خالص ما كانتش بتفكر فيها قبل كده. فان هي ابتدت تستغنى عن المهدئات فده امر طبيعي جدا جدا، ودي حاجة كويسة لمدام هناء انها تبعد عن المهدئات وتبعد عن وجع الدماغ وتبعد عن الارق وعن المشاكل اللي بتحصل لها. مدام هناء قالت لك انا ما بقتش اتحمل من كتر الضغوطات اللي بتحصل لها وكثرة المشاكل والحاجات دي كلها، ما بقتش تتحمل لدرجة ان بتقول لك انا ممكن اعمل فيديوهات توصلني لاعلى نسبه مشاهده واكسب من وراها قد كده بسبب المشاكل. بس يعني من كتر يعني عايز اقول لك الضغوطات اللي بتجيلها خليتها ما بقتش تتحمل، بس بتقول لك انا لو عايزه اعمل فيديوهات واكسب من وراها هطلع واتكلم عن المشاكل وهسكت ليه؟ ما انا هطلع وهتكلم وهحقق مبالغ كبيره وهحقق مشاهده عاليه والحاجات دي كلها. لكن الست عايز اقول لك لما طلعت اتكلمت وفاض بيها زي ما بيقولوا، قالت لك ان دي حاجه كانت غير مقصوده بالمره وما كانتش هي بتفكر في حاجه زي كده. هي بتقول لك انا ضد ان انا اربح من المشاكل اللي ممكن تحصل على منصه اليوتيوب. ودي الامانه نقطه مهمه حابب ان انا اتكلم معاكم فيها. يعني انا من وجهه نظري اصبح منصه اليوتيوب من وجهه نظري انا بتعتمد على المشاكل والفضايح. يعني ايه؟ يعني ناس عايزه تحقق نسبه مشاهده عاليه، عايزين يحققوا ارباح، عايزين يحققوا مشتركين كتار، الحاجات دي كلها يطلع ويكلموا في بعض المشاكل. مشاكل بقى مع الخلافات، الابن مع امه، الام مع مش عارف مع مرات ابنها، الزوج مع زوجته، الكلام اللي انتوا عارفينه، الاخ مع اخواته، يعني يطلعوا يبهدلوا بعضيهم، يطلع يدعوا اي حاجه حتى لو ما كانتش موجوده، المهم عشان نحقق اعلى نسبه مشاهدة وأعلى مكاسب سريعة زي ما بيقولوا. شايف برضو من ضمن الحاجات اختفاء الطاقة الإيجابية ما بقتش موجودة اليومين دوت على منصة اليوتيوب. يعني كل واحد بقى الموجود دلوقتي تصدير المشاكل، تصدير وجع الدماغ، تصدير القلق، تصدير كل حاجة ممكن تتخيلوها. ما بقاش حد بيقدر يستفاد من على اليوتيوب كتير. يعني الاستفاده من اليوتيوب او ان انت تطلع تشوف صاحب محتوى بيقدم حاجه مفيده ما بقتش موجوده زي الاول، الا ما رحم ربي في بعض القنوات المحترمه اللي لسه متمسكه بحاجه زي كده، تقدم حاجه مفيده للمتابع
وانه يبص عليها ويستفيد منها ويخرج مستفيد من نقطة زي كده. مدام هناء طلعت واتكلمت عن نقطة مهمة جدا جدا، قالت لك انا من ساعة ما اتعرضت للحسد بسبب انها عرضت ارباحها للناس، لما طلعت ابتديت تتكلم وقالت لك ان انا المشاكل اللي انا بعملها انا ممكن ان انا استفاد بالارباح بتاعتها، وزي ما قلت لكم في الاول وده امر طبيعي، ان تعرضها للحسد ده امر طبيعي. في قنوات مثلا الارباح بتاعتها بتبقى نسبه قليله، في متابعين مثلا شايفين، او طبعا الا مرحم ربي، لان مش كل الناس وحشه، في ناس بتتمنى لك الخير كتير، بس في ناس في حسد، في حسد موجود وكلنا مؤمنين بيه ان الحسد موجود والعين حق، فده امر طبيعي جدا جدا. مدام هناء تنفيذها لوصيه ميسيو جانو كانت حاجه مهمه جدا جدا في حياتها، فالست دي تعبت كتير وما زالت بتعمل فيديوهات بدل مره مرات فيديوهات عن مستمره عشان تسدد ديون، عشان تعمل حاجات كده مفيده، وده امر طبيعي جدا جدا. وقلت لك انا لو عايزه ابقى قناتي مليونيه وعايز مليونيه وعايز احقق اعلى نسبه مشاهده واحقق كل الحاجات دي كلها، كان امر طبيعي اطلع واتكلم عن المشاكل اللي حصلت لها والاسرار الزوجيه، وابتدت بقى تتكلم في حاجات مهمه جدا جدا. كلمت ان ناس كتيره طلعت مقابل انها تطلع وتفشل اسرار الزوجيه علشان يحقق اعلى نسبه مشاهده، يحقق ارباح كبيره، يحقق الحاجات دي كلها. وطبعا الكلام كله كده كنا عارفينه ان موجه لطليقها بسبب الكلام اللي اتقال، وان هي شايفه ان هو في افشاءات طلعت وحاجات خاصه بالحياه الزوجيه وطلعت، ودي حقيقه، دي محدش يقدر ينكر نقطه زي كده. كلمت برضو مدام هناء، واللي احنا انا باكد عليه دايما، ان محتويات المشاكل والفضايح على منصة اليوتيوب بتحقق اعلى نسبة مشاهدة، احنا كلنا متفقين في النقطة دي، وبتكبر اي قناة، بتكبر اي قناة، خلي بالكم النقطة اللي انا بقولها. طب ليه هنقولها؟ ان في ناس كتيرة بتحب تتعلم من مشاكل الاخرين، ودي حاجة كويسة. ناس تانية بتحب تتطفل، وده امر طبيعي ومحدش هيقدر ينكله. في ناس بتحب مش هنقولها بقى تتطفل، هي عندها حب استطلاع، يعني عندها حب استطلاع انها تعرف المشكله فيها ايه وايه بسبب المشكله والحاجات دي كلها، وده امر طبيعي. الفضول بياكل ناس كتير، والا ما كانتش قنوات النقد، وانا واحد من الناس اقول لكم ما كانتش قنوات النقد اشتغلت. ليه؟ لان في فضول كتير عند بعض الناس، بيبقوا حابين انه يعرفوا ايه اللي بيدور هنا وايه اللي بيدور هنا، وده حقهم محدش يقدر ينكره. في ناس بتحب تعرف يعني ايه تفرض رايها، او انها يعني تحب تشارك برايها في بعض القنوات، قنوات النقد او قنوات اصحاب المحتوى، بيبقوا حابين ان هم يشاركوا الاراء، فده امر طبيعي. دي كل الحاجات دي مهمه جدا. طب لو جينا اتكلمنا عن اسباب اللي بيحصل على السوشيال ميديا دي، اسباب اللي يعتبر ايه المشاكل اللي هي والفضايح اللي بتزود نسبه المشاهده العاليه دي، اسبابها ايه؟ خلينا صراحة مع بعضينا. ضغوطات الحياة، ضغوطات الحياة هي سبب مهم جدا جدا في ان الناس تطلع وتتكلم عن بعض المشاكل والفضايح اللي موجودة. غلاء المعيشة، ارتفاع الاسعار، الشهرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحياة بقت في مصر زي ما قالت مدام هناء، حياة بقت غالية، في حاجات بتتباع هنا أغلى من اللي موجودة في أوروبا، ممكن تكون هي نفس الحاجة ولكن السعر عالي جدا جدا. مدام هناء قبل كده لو تفتكروا اشتريت بسكويت موجود من هنا، بسكويت مستورد، لقيت سعره أزيد من سعره اللي موجود في أوروبا، فدي غلاء معيشة. في حاجات كتيرة غالية، ارتفاع الأسعار زي ما قلت لك، اللحوم والدواجن والخضروات وكل حاجة ممكن تخيلوها ارتفعت، ارتفعت، فخلت الناس تطلع وتتكلم وتقول لي عايزه تقول مقابل انها تستفاد ماديا. والله في فيديوهات كتيره اتفرجت عليها خطيره، خطيره يعني، عايز اقول كلمه خطيره دي قليله. قاعد على منصه اليوتيوب، تخيلوا بسمع مثلا تطلع بنت صغيره او شاب يعني صغيره تطلع وتتكلم عن البيريوت الخاص بالنساء، ازاي واحده تطلع كده وترجع تقول لك دي حريه شخصيه، وانتوا ليه تتدخلوا وليه تقولوا لي لا ما تقوليش، لا انا اقول واتكلم براحتي. طبعا حاجه زي كده جه في بالي كلام خطير ما ينفعش انا حتى اسمعه لحضراتكم احتراما ليكم، في كلام خطير برضو جه في بالي، ايه ده ازاي تطلعوا تتكلمي في حاجه زي كده؟ واحده ثانيه تطلع وتتكلم في الحفاضه الخاصه بالست وتقول لك حطها على رجل جوزك ومش رجل جوزك، كلام برضو
فالناس اللي عايزه تحقق نسبه مشاهدات بيحققوها وارباح بسبب الكلام التافه. هم الناس باصه لكده، غلاء الاسعار وارتفاع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه خلى الناس تتكلم في اي حاجه. من الاخر انا شايفه كلمه هبل، ما بقاش في حاجه نقول ان عيب وحرام وما ينفعش وازاي ومش ازاي، ما بقاش الحاجات دي موجوده. الشهره ناس كتير عايزه تشتهر، ناس عايزه يعني عايزه الشهره من اوسع ابوابها، الناس كلها تتكلم عني واطلع واعمل، فاعمل بقى خالف تعرف، نظام خالف تعرف، اقول اي كلام في اي هري زي ما بيقولوا واتعرف والناس تطلع وتتكلم عليا، وده برضو مش صح. ففي اسباب كتيره خلت ان يعتبر مش هنقول بقى منصه، خلت الناس دي تطلع وتتكلم وتستسهل، تستسهل الغلط، تستسهل الحرام، تستسهل اي حاجه موجوده. وللاسف الشديد عدم التربيه، ما بقاش في يعني عايزين ان قله الادب، ما بقاش في ادب زي زمان، ما بقاش في احترام زي زمان، ما بقاش في عيب وحرام وغلط وما ينفعش. للاسف الشديد بقى في اي شيء مقابل المال، هو ده اللي موجود اليومين دولت للاسف شديد، ولا حول ولا قوه الا بالله، لدرجه ان ادى لنشر الفضايح، نشر الفضايح الاسريه بقى، نشر فضايح اي حد مع بعضيه، واحنا كلنا قاعدين على السوشيال ميديا وبنشوف البلاوي السوداء اللي بتحصل. نطلع ننشر فضايح الاخرين، فاحنا نقول ان احنا كده احنا عملنا ترند، احنا طلعنا جبنا تجيب من ديله وخلاص. ما يعرفوش ان الفضايح دي بتخرب بيوت ناس. طبعا اتسالت مدام هناء سؤال مهم جدا جدا، يا ترى في مشاكل معاكي ومع اي حد؟ قالت لك لا. طبعا السؤال كان موجه لمدام دينا ابو عايد، بيوجهه بقى السؤال لمدام هناء ان هي زعلانه او في مشاكل ما بينها ومدام دينا ابو عايد. وطبعا الست قالت لك انا معيش مشاكل مع اي حد ومفيش اي مشاكل واحنا ما شفناش مشاكل معاها، وان في ناس بعض القنوات عايزه توقع ما بينهم، ده امر طبيعي، في برضو مشاكل، في حاجات كتيره يعني، في حاجات كتيره خلف الكواليس فالناس عايزه تعرفها وعايزه تفهمها. لكن مدام هناء نفت كل المشاكل وقالت لك انا مفيش مشاكل مع اي حد وماشيه على حسب الاجراءات، والمحامي قال لي ما تتكلموش اكتر من كده، وهي ده افضل حاجه، التزامها بالصمت دي حاجه كويسه جدا جدا. نقطة مهمة كلمت فيها مدام هناء، وان انا برضو حابب ان انا اوجه برضو بعض الرسائل المهمة. كتير من القنوات بالذات التابعة لمدام هناء اتعرض عليهم مبالغ لمهاجمة مدام هناء. دي الكلام اللي قالته مدام هناء او مغتربة في فرنسا في نقطة زي كده. طب يا ترى النقطة دي صحيحة؟ انا من مكاني هذا اقول لكم اه، في بعض الناس اتعرض عليها مبالغ وارقام والله كبيرة مش صغيرة، ومع ذلك هم رفضوا وقالوا لك لا احنا مش هنبيع نفسنا لاي حد. الكلام ده اتقال لعبد لله الفقير، ونفس الرد انا رديته. يمكن الكلام مدام هناء مش موجهه ليا انا خالص، عشان بس ما حدش يقول لك ده لمحمد عراق او كده، الكلام ما كانش ليا خالص، انا بتكلم عن نفسي دلوقتي. ان اتعرض عليا فلوس ان انا اطلع واهاجم مدام هناء، وانا واحد من الناس انا رفضت حاجه زي كده، لان انا بيني وبين نفسي كده انا لا للبيع ولا ان حد ممكن يشتريني، انا مش عارض نفسي للبيع، انا بطلع وبتكلم كلمه بما يرضي الله وكلمه مريحاني نفسيا، اطلع هاجمها لما هي تغلط، لما يكون في اخطاء دي امر طبيعي، لكن انا اطلع هاجمها عمال على بطال واطلع افتر عليها دي مش طبيعه محمد عراقي. طبعا اتهموا مدام هناء انها بتجيب رجاله وبتأجر الغرف بتاعتها والحاجات دي كلها، وانا شايف ان ده اساءه لسمعه ست ما شفناش منها غير كل الاحترام. حتى لو كانت هي زي ما انتم بتقولوا ست مش كويسه، ست شمال، ست ماشيه غلط، ربنا اللي هيحاسبها. لكن واجب علينا احنا الستر، من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامه. فاحنا ما دام احنا ما شفناش حاجه بعينينا ما نطلعش ونفتري عليها، مش ان احنا نطلع ونفضحها، لا احنا ما نفتريش حتى عليها، لان حاجه زي كده احنا ما شفناهاش بعينينا. حابب انك توجه ليها نصيحه؟ اه لا يا مدام هناء خلي بالك اللي بتعمليه ده غلط، لا خلي بالك من واحد اتنين تلاته، وجهوا ليها النصيحه. لكن انك تطلع وتهاجمها بالطريقه دي او ان انت تتهمها او انك تفتري عليها ده اكبر غلط وده غير مقبول، وانا واحد من الناس برفض حاجه زي كده. مدام هناء
حابة توجه النصيحة مهمة جدا جدا. انتوا بتقولوا لي قطعوا الحاجة الساقعة، وقطعوا مش عارف منتجات ايه، وقطعوا المنتجات كذا اللي بتتعاون مع فلان وعلان واللي انتوا عارفينه والكيان والحوارات دي كلها، ودي حاجة مهمة. وانا ما زلت ضد، يعني عايز اقول لك ايه، انا ما زلت موافق على المقاطعة. المقاطعة ده امر طبيعي جدا جدا، ايا كانت الحاجة اللي ادعمها للكيان فهي غلط، ولازم ان الكل، يعني عايز اقول لكم، كل يبعد عنها لحد ما الحاجه دي زي ما بيقولوا تقفل، زي ما عارفين انتوا الحاجه الساقعه تصدي، خليها تصدي، خلينا عطشانين، احنا مش هي دي اللي هتحيينا، خليها تصدي هي او اي منتج تاني. لكن قالت لك مدام هناء طلعت وقالت لك حاولوا انك تقطعوا القنوات اللي بتطلع بتسب وتقصف وتنم واللي بتهتك في الاعراض والحاجات دي كلها، وانا طبعا معاها في حاجه زي كده، لان ما ينفعش ان احنا نطلع ونسب ونهين، يعني حاجه مرفوضه. لكن ينفع نطلع ننتقد، اه ننتقد ونطلع نتكلم على الاخطاء اللي بتحصل، اه ينفع، ونطلع ونتكلم ونقول لا الاخطاء دي ما ينفعش انها تتكرر، ما ينفعش واحد اتنين تلاته، وننبه على الحاجات اللي ما ينفعش ان ايه كانت تطلع للمتابع. لكن احنا نطلع ونسب ونكسف ونهتك في الاعراض والكلام اللي انتوا عارفين ده كله، ده غير مقبول بالمره. واللي يوافق معايا في حاجه زي كده يبقى بني ادم بيفكر، بني ادم محترم، بني ادم عارف هو بيعمل. اما اللي كان ضدي في حاجه زي كده يبقى انت يعني ربنا يهديك. في نقطه مهمه برضو قبل ما انهي الفيديو ده حابب ان انا اتكلم معاكم فيها، وانا شايف ان النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، ورساله مهمه جدا جدا. كل شيء بيتقال ان مدام عبير هي اللي بتعمله، الحسام هي مدام عبير، مش عارف مين بيدعم هي مدام عبير، هي اللي عمل كذا هي مدام عبير. يا جماعه بعد اذنكم، اي حاجه بتتعمل مش شرط الشخصيه دي هي اللي بتعمل حاجه زي كده. في كتير من القنوات زي ما ليها ناس بتحبها وعدد كبير، ليها برضو ناس بتكرهها، وده امر طبيعي. مادام هناء مغتربه في فرنسا ليها ناس بيحبوا قناتها، وليها ناس كتيره برضو بتكره القناه بتاعتها، فمش بمعنى كده ان الشخصيه دي بتعمل كل الحاجات دي كلها. لو هي اللي هتعمل كل الحاجات دي هتبقى ست خارقه، هي اللي بتعمل الدعم، وهي اللي بتعمل كذا، وهي اللي بتعمل كذا. حتى وان كان في مشكله معينه خاصه حصلت لمدام هنية مغتربة في فرنسا معاها، وهي اللي مثلا كانت سبب في واحد اتنين تلاتة او كده، وارد وارد يحصل قد كده مشكلة ما بينك وما بينها، لكن مش معقول ان كل اللي بيحصل ده تكون هي الست دي بتعمله، ده هتبقى ست خارقة. لكن في اعداء، اه في اعداء كتير، ودي حاجة محدش يقدر ينكرها. انا ليا ناس بتحبني وليا ناس بتكرهني، وده امر طبيعي، كلنا كده، محدش هيجتمع ان الناس كلها تحبك، لازم يكون في كده وفي كده. فان احنا نقول ايه دي كل حاجه هي اللي بتعملها، لا، قولوا في حاجات تانية، ناس تانية بتعملها، يمكن عشان احنا ما نعرفهمش، لكن في، خلينا نمشي بالحاجه اللي موجوده قدامنا، اللي الظاهره قدامنا. اه والله ده في واحد اتنين تلاته، فده ده الظاهر اللي قدامنا، غير كده مش عايزين نقول ان كل حاجه ان الشخصيه دي هي اللي بتعمل واحد اتنين تلاته. دي حاجه انا حبيت ان انا اكلمها. حتى الدعم، يعني حتى الدعم اللي بيجي لك، امتى اقول ان فلانه هي اللي بتعمل الدعم ده؟ لما انا اكون شايف بعينيا ان هي اللي داعمه باسمها، لكن ما دعمتش باسمها فانا مش هطلع وافتري عليها، حتى مش هطلع اقول عليها كلمه ان هي ايه؟ لا هي اللي عملت كذا، لا مش هقولها. وحابب من كل القنوات المحترمه تطلع وتقول حاجه زي كده، الحاجه اللي تشوفها بعينيك اطلع واتكلم فيها، الحاجه اللي مش ما شفتهاش بعينيك بلاش تخوض فيها. في نقطه برضو مهمه جدا جدا تانية في غاية الخطورة، مدام هناء ذكرت بعض الناس اللي يعتبر مطلوبين في الدولة، وإن كنت أحب إن الأسامي دي ما تتذكرش خالص، يعني ذكرت معتز مطر، ذكرت محمد علي، ذكرت إن دولت عليهم علاقة مع مدام عبير، وإن أنا شايف إن حاجة زي كده كلام غاية في الخطورة، كلام ما ينفعش حتى إنه يتقال. لما انت قلت حروف وكده كان خلاص احنا قلنا الموضوع سكت، ممكن الموضوع ينتهي، لكن احنا نطلع ونذكر اسامي الناس دي واحنا عارفين ان هم يعني عايزين بقول لك ايه على قوائم الارهاب في مصر او كده، فما كانش ينفع ان هم يتذكروا عندنا حتى في القنوات، ما ينفعش احنا نتكلم فيه. حتى لو انا عندي مشاكل مع فلان ما ينفعش ان انا اطلع واذبحه، حتى لو هو كان بيهاجمني، لا انا ممكن نطلع وهاجمك لكن ما اذبحكش. الكلام ده غايه في الخطوره، كلامي زي ما بيقولوا يودي في داهيه. طبعا ده فيديو كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، جيت في نهايه الفيديو. ما
ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناة اللي نزل وصل معايا لنهاية الفيديو. طبعا احنا بنحترم الرأي والرأي الآخر، لو في حد متناقض معايا او في حد معارض لرأيي ممكن انا تحت امركم ان انا اسمعه، لو هعمل فيديو ده عرض اول تحت امركم في اي حاجه. طبعا ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي اليمن وفي جنوب لبنان وفي السودان وفي سائر الوطن العربي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على المتابعه، وحب اشكر كل المتابعين اللي كانوا موجودين معايا في العرض الاول، جزاكم الله خيرا على المتابعه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.